ليا الشرف والدي الشهيد اللي افتخر بانجازاته، فعز دينه كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن، وباستماته عرض حياته ألف مرة للضياع، ميستاهلش كره أبدا أو شماتة. وأحب أفكركم جميعا لو نسيت اللي انحرم دلوقتي منه أهل بيته، وعشان آمنا بالقدر وبالشهادة قلنا العبادة لأجل الوطن أفضل عبادة. أيوة العبادة لأجل الوطن أفضل عبادة. يا ريت نموت شهداء زيهم، ريتنا نموت شهداء زيهم. مرة أخرى نعود ونلتقي لمناقشة قضية اليوم. هذه الحلقة مهدى ومخصصة لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم دفاعا من أجل الوطن. للأسف هم استشهدوا ليس على يد عدو خارجي، ولكن من خلال ظاهرة الشقيق العدو الذي فقد عقله وغيبت روحه وأصيبت نفسه بحالة من الشر الشديد التي جعلته يعتقد ويؤمن بأنه حينما يقتل أخاه في الوطن فهو يستشهد في سبيل الله، بينما ما أفتت به وما ذكره وما أكده الدكتور سالم عبد الجليل أحد ضيوفنا في هذه الحلقة أنه كما استشهد بالحديث النبوي جدال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. يعني حكم واضح وصريح في حديث صحيح لا يشق له غبر. سيادة اللواء سامح سيف اليزن، الأغنية اللي كنا شفناها بتاعت الولد الصغير اللي كان بيغني عن الشهيد، حضرتك قلت لي معلومة أنا ما كنتش أعرفها، أن هذا الطفل ابن لشهيد. نعم. نعم ابن شهيد، هو نفسه ابن شهيد في قوات مسلحة، ووالده استشهد في ما بعد قتال ما بعد 30 يونيو يعني. ده قريب كمان. قريب وليس من قبل يعني. يعني حضرتك لما كنت في الحفلة وكنت نعم. أكيد كنت متأثرين جدا. كل تقريبا لأن كنت عارفين المعلومة دي. كلنا يعني كل الناس عيطت تقريبا، حتى لما كانش يعرف عيط، لأن الولد عيط وبيغني. عيط مرتين. بكى بيبكي على والده، يعني هي الأغنية اسمها ابن الشهيد. فهو الولد يعني تفاعل جدا مع الأغنية وبكى وأبكى الناس الحقيقة. وهو صوته حلو الولد، وكلمات الأغنية الحقيقة كلمات قوية جدا فأثرت في نفوس الجميع يعني. ست اللواء احنا يعني بخشة او بخاف، وده من فرط الحرص على قيمة الشهداء والشهادة، انه يعني يمكن اقصى حاجة بنعملها ان احنا بنكرم الشهيد في مناسبة يوم الجنازة ساعة الدفن الاحتفاء به اعلاميا، لكن ممكن يكون في تخوف انه بعد كده هذه القيمة ما تكونش موجودة، ان احنا نكون مسخرين لإعلاء قيمة الشيء، مش يوم الوفاة، ولكن يظل دائما أسرته مكرمة، ويظل أحسن إحياء لذكراه هو أن احنا وكأننا بنقول له وهو يمكن شايفنا، لأنه أنا بتقلي الروح بتكون مطلعة إذا جاز لي أني أتجاوز، يعني أن احنا بنقول له احنا موجودين، احنا بدالك، احنا أخواتك، احنا في خدمة أسرتك، أنت اللي أديت حياتك من أجلنا، احنا مش هنسيبك حتى لو انت غدرتنا. شوف حضرتك القوات المسلحه والشرطه، وانا اعلم ما يدور في الاثنين جيدا يعني، وبشوف هذا الكلام بنفسي يعني، ترعى اسر الشهداء رعايه دائمه وكامله ومستمر، ليس فقط على مستوى الحفلات اللي بيتم تكريمهم فيها، ولكن الرعايه مستمره طول العام، سواء كانت الرعايه الصحيه او الرعايه الاجتماعيه او الرعايه الماديه او الخدمات التي تؤدى اليهم او الطلبات التي تجاب لهم، يعني بيطلبون اي طلبات، اللي عايز يسافر حج، اللي عايز يسافر عمره، اللي طلبات معينه، كل ده بياخدوه مباشره، مش بس كده، لهم اولويات في الكثير من الحاجات. يعني عندما مثلا نفترض يعني ان ابن الشهيد يريد ان يدخل كليه عسكريه بعينها ويستوفي الشروط وطبيا لائق، له الاولويه قبل اي حد. يا سلام. طبعا هذه التعليمات دائمه على فكره من زمان وليس جديدا على القوات المسلحه، يعني أولاد الشهداء
لهم الأولية ويسبقون أي حد في أي مناسبة من هذه المناسبات، سواء كانت التقدم لكليات عسكرية أو التقدم لجامعات معينة يتم تفضيلهم فيها بواسطة شهادات تقدم القوات المسلحة إلى هذه الجامعات. وبالتالي الرعاية دائمة ومستمرة، ليست فقط رعاية اجتماعية ولكن رعاية شاملة في جميع الأوجه. وأيضا طبعا ما صحش نتكلم على الماديات، لكن هناك رعاية مادية جيدة. طب القيمة دي عندنا إحنا بقى في المجتمع، يعني ده ممكن يكون نشاط الدولة. أنا بعتقد أن احنا مقصرين، يعني عندي إحساس بأن احنا مقصرين كمجتمع، يعني مثلا ما عندناش جمعية خدمات للشهيد، أصدقاء الأسر الشهداء، خدمة الشهداء، رعاية الشهداء، يعني أن احنا نكون موجودين ليهم، أن يحسوا بالمجتمع. يعني هو بيحس أنه الجهة التي كان يعمل بها ضابط الشرطة أو جند الشرطة أو ضابط الجيش بتاخد بالها منه كويس، لكن المجتمع الإحساس بأنه هذه القيمة المجتمع دائما يقدر. شوف حضرتك، هو تقدير المجتمع هو المطلوب، ولكن يعني أنا في ناس كتير جدا اتصلوا بي في فترات سابقة وطلبوا أن هم يتبرعوا لشهداء القوات المسلحة أو الشرطة، وأنهم يقدموا هدايا عينية وخلافه. الكلام ده رفض تماما، لأن القوات المسلحة والشرطة قادرة على أنها تعطي ما يكفي ولا تقبل ماديات من أحد لشهداء. مش شرط تكون هدايا، بالضبط كده، مجرد رعاية. هو ده الكلام بقى، لكن الرعاية مطلوبة والواجبة. مش بس كده رعاية، يعني مثلا يجي عيد، نفترض مثلا أحد النوادي عايز يكرم الشهداء فيقول مثلا أسرة الشهيد الفلاني أنا عايز اديها بطاقة عضوية مثلا مدى الحياة هدية ليه والأولاد ويجوا زولوا الرياضة عندي. ده شيء مطلوب وشيء جيد، رغم أن نوادي القوات المسلحة موجودة ونوادي الشرطة موجودة، ولكن هذا الشيء مقبول ولا يرفض على سبيل المثال. يعني والكثير أيضا من النوادي الاجتماعية الأخرى أو الرعاية الاجتماعية الأخرى، هذا اعتقد انه احنا حتى الناس بتبقى محتاجه ان حد يسال عليه. انا معاك في كده تماما، وعلى فكره ده وده ممكن يكون اكتر من الفلوس واكتر من العلاج واكتر من يعني انا اعلم تحديدا بعض الناس، يعني بعض الناس المحترمين جدا اللي هم دائما بيسالوا عناوين اسر الشهداء ايه، وانا في ناس اتصلت بيا في هذا الكلام وبيختاروا مثلا 10 12 اسره بيودوهم دائما في الاعياد يروح يزورهم، بوكي ورد في العيد، مش عارف حاجات زي كده. طب اللي عايز يعمل كده يكلم مين؟ الشؤون المعنويه بالنسبه للقوات المسلحه، اداره الشؤون المعنويه والقوات المسلحه، إدارة الإعلام والعلاقات العامة. وده ممكن يسهلوا له العملية. بيسهلوا له العملية، بس بيتعرف هو عايز العناوين ليه والمسألة طبعًا عشان في ناحية أمنية برضه، ما يبقاش في ثأر بقى من عيلته كمان بعد كده، يعني ما تبقاش العملية. لا أنا بتكلم على الناس خالصة النية، الأسوياء المحترمين اللي هي عايزة تخدم وعايزة تقول للناس إحنا معاكم، إحنا ما نصدقش اللي عمله جوزك أو أخوك أو ابنك، إحنا موجودين وإحنا بداله وإحنا بنراعيكم. هنا حاجي بقى للنقطة، أعود تاني للدكتور سالم. مفيش حد بيروح يمارس عنف أو إرهاب بالذات تحت ستار الدين إلا وقد غسل عقله أو تم إقناعه إلى حد يعني يصل إلى اليقين بأنه هو ما يفعله في سبيل الله. فممكن يكون حد بيشاهدنا دلوقتي يقول لك أنتم، أنا إعلام الطاغوت، أنت جيش الطاغوت، أنت عفوا السلطان أنت شيخ السلطان، عفوا يعني مع احترام الجميع يعني، وإنه إحنا مش عايزين نقتل الجيش ولا عايزين نقتل الشرطة، ولكن هؤلاء اختاروا مصيرهم لأنهم رأوا دولة الاستبداد وحموها، وهم يحرسون الاستبداد ويرفضون الحفاظ على الشرعية، واعتبروا أنفسهم عفوا جيش مرتزق وشرطة مرتزقة تدافع عن هؤلاء الذين اغتصبوا السلطة وهؤلاء الذين يستبدون بالبلاد والعباد. ونحن مثل يعني إيه السلف الصالح والمسلمين الأوائل نقوم الآن بحالة من الجهاد، ننزل إلى الشوارع ونقاتل تتار وهولاكو وكل هؤلاء قتلت هذا العصر، من أجل أن نحرر المجتمع من جنود الطاغوت وجنود السلطان المستبد. لذلك هو حكما وجب علينا
قتالهم وما نفعله هو صنف من صنوف الجهاد. وبالتالي من يقتل منها فهو بلا شك تحت هذا المفهوم شهيد. انت شايف المنطق متركب ازاي؟ لو اكتر من كده هم يرون للأسف انه الحكومة والدولة التي لا تطبق شرع الله بمعناها الضيق واحد من عشرة حدود يعتبره كفر. لفكرة ان الحاكم كافر وان نطق بالشهادتين اللي هو كلام اللي هو طبق وقت زمن ابن تيمية واخرج من سياق. واعتقد تشرفت انا وحضرتك مع حضرتك وكان دكتور ناجح. نعم. وكان كل تقدير. وكان في موضوع التكفير ده في حلقة سابقة. نعم. وده يعني موضوع حاف من تل خطورة. ويبتدي يستحل الدم. هم دام كفر يبقى خلاص ده كافر، حلال الدم، حلال العرض، حلال كل حاجة. وبين هذا المنطلق الفكر ده موجود وموجود من قديم، لكن هذا الفكر محتاج حاجتين. نمرة واحد انه يجابه بالفكر، ومش ينفع في حوار صغير زي ده. محتاج آلية، فكر مراجعات بالضبط. محتاج آلية للجلوس مع هؤلاء ومع قادتهم ومع أفرادهم ومع قاعدتهم الشعبية لتوضيح الصورة بشكل منطقي وصحيح. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إلى أن يفلح هذا الحوار لابد من الموقف الأمني. يعني احنا عشان بس ما حدش فهمنا غلط، احيانا بنتكلم الموضوع محتاج حوار ويقول لك الأمن هنجنبه. لا، وكأنها مناقشة أو لا، لا هي مش أو لا، هم خطان متوازيان يسيران جنبا إلى جنب. الأمن ياخد مجراه في مش بس الـ 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 القبض عليهم بعد ما يخلصوا، لا ده فوقات المجتمع منهم، الوقاية خير من العلاج. نمرة اتنين، الحوار يبقى مستمر مع هؤلاء بشكل متواصل ومع رموز لا تنتمي للحكومة والدولة بشكل واضح. يعني في شخصيات أنا مش عايز أجيب رمز لأنه بس أصله وكيل وزارة، أصله وزير، أصله رأي، لا أنا مش عايز ده. أنا عايز الشخصيات تكون مقبولة لدى هؤلاء ولو بنسبة ما، فيها مصداقية. فيها مصداقية بالضبط كده، فيها مصداقية لازم ده علشان أقدر. أنا الهدف بتاعي مش أن أنا أثبت أن عملت حواره بس هم استجابوش. يعني في حالة الجماعات الإسلامية لما كان رح لهم فضيلة الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي رحمه الله، أيوة، وكثير من علماء تذكرت اسمين حضرتك لا يختلف عليهم اثنين، مش لا منتمي لده ولا منتمي لده، مع ان في الجلسه الاولى سمعت انهم قعدوا ودوهم ظهرهم وبعدين جلسه اثنين ثلاثه قعدوا بيسمعوا لهم بعدين في الاخر بسوا ايديهم وماله. احنا مستعدين لده، يدونا ظهرنا، يشتمونا، ما عندناش مشكله. ده واجب يا فندم، احنا بنتكلم عن واجب. واجب وهو اوجب كم من دعوه غير المسلم. لان ده شوف سيدة، عشان نكون واضحين، يعني لما يتصل بي حد النهارده الصبح ويقول لي انا ابني كان في رابعه في ثالثه اعدادي وبيصلي ومنتظم، لما حصلت اللي بيحصل ده كره الدين، ما انتوا يا اخواننا ده. فعشان اقول ده واجب، وبعدين النهارده وصلنا مش لكده وبس. لما 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 تقرا خريطه العالم كده النهارده وتلاقي في سوريا مثلا جماعه اسلاميه بتقاتل جماعه اسلاميه اخرى وتقاتلها باسم التكفير، باسم الكفر، يعني الاثنين خارجين على بشار بعد نظر عن القصه هنا مش عايزين نخش فيها، الاثنين خارجين عليه والاثنين بيكفروا بعض، الاثنين بيحاربوا بعض. فاحنا وصلنا لدرجة من اللوث العقلي والتلوث الفكري إن صح التعبير واللخبطة لدرجة غير طبيعية، غير طبيعية. وبعدين هب أن دولة لا تطبق الشريعة بشكل كامل، هل معنى ذلك أن أكفرها؟ لا، فيها فسق، في فسق، في ظلم، في ظلم. هب أن إنسانا أخطأ، هل أنا الذي أقيم عليه الحد؟ هب أن سلطانا جائرا اعتدى وأخذ الملك، ده احنا عندنا قواعد قديمة، السلطان المتغلب نسلم له ليه؟ حقن للدماء. احنا كل حاجة بندرسها، كل حاجة بندرسها بندرس زمن مآلتها، ماذا يترتب عليه؟ النهارده لما اخش في صراع ما الذي يترتب عليه؟ لن اكسب الا مزيد من الدم. انا بعد الإسراع عايز اسال سيادة اللواء، فكرة حقن الدماء كيف يدرس ذلك او يعطى ذلك او يلقن ذلك لضابط الجيش او ضابط الشرطه؟ هل الفكره انك انت معطي سلاح فالسلاح ده كده تستخدمه عمال على بطال، ام لان الناس بيعتقدوا ان هو يعني ايه، هو ترخيص، عارف زي 007 license to kill، ترخيص بالقتل الفوري. بعد الاستراحه استمع الى ست اللواء سامح سيف.